جينا بقى للبلاي ستيشن وهنشوف الاستاذ مالك والاستاذ يونس هيعملوا ايه ومين اللي هيسبق بعربيته اللي معاه. جاهزين يا اولاد؟ جاهزين. وانتوا جاهزين تشجعوهم؟ جاهزين. طب يلا بينا. دوس 3 2 1 جو. حاضر. مالك في 19. يونس بقى اللي في 19 ومالك بقى في 20. برافو. اهم حاجه خدوا بنزين لما تلاقوا بنزين. برافو. ايوه كده خد بنزين. برافو برافو يا مالك. يونس برافو خد بنزين. برافو يا يونس. مالك في 18. مالك في 19. خدوا بنزين لما تلاقوا بنزين يا ولاد. بقى في 17. مالك بقى في 17. بقى في 18 تاني. ولسه يونس في 19. خد البنزين يا يونس. بقى في 17. في 16. 17 تاني. 18 و 19 ورا بعض. هما الاثنين في اخر السباق اصلا. يلا بينا. 16 مين ده؟ حلو ده. حلو ده. مين اللي في ال 17؟ 16. يونس اللي في ال 16. والثيرد لاب برافو. 15 برافو يا يونس. اهم حاجه تاخد بنزين. يونس في ال 15 برافو يا يونس. لسه مالك بيصارع ورا. ويونس بقى في ال 12 برافو يا يونس. اهم حاجه البنزين يا ولاد. برافو برافو برافو. ايوه كده برافو. يونس مركز جدا وبقى في المركز ال 12 وراه على طول مالك في ال 14. اتقدم مالك ويونس في نفس الوقت بقى في ال 11. يونس خلي شفت فيول. ما عندكش بنزين يا كيا يا مالك. وانت كمان ما عندكش بنزين. عمال اقول لكم لازم تحطوا بنزين يا ولاد. بس انت في المركز العاشر. اللي تحت عندنا مشاكل بنزين واللي فوق برضه. حط اثنين. يلا يلا خدوا البنزين. برافو فاينل لاب. اللفه الاخيره ومفيش بنزين. عندنا مشاكل بنزين عند الاثنين. بس مالك في المركز ال 11 ويونس في المركز التاسع وخلص بنزين للاسف الشديد. يلا يا كوكا. يلا يا كوكا. مالك بيخلص بنزين واوت. وعداه عداه مالك عشان كان معاه شويه بنزين. عدوه وبقى في المركز العاشر. كده مين اللي ايه؟ انت اللي كسبت برضه على فكره. انت بتبص لي كده ليه؟ ما هو خلص بنزين فانت عديته. بس انت بقيت في المركز العاشر. بس انت عديته فخير ان شاء الله. عامه يعني تعالوا نروح نشوف بقيه العابنا ايه ونكمل بقى مع بعض التحديات واللعب بتاعتنا. ماشي هاي.